مساء الخير، برحب بيكم. سعيد ان انا اكون موجود معاكم في اللايف النهاردة. والنهاردة زي ما اتفقنا الاسبوع اللي فات ان احنا هنعمل اللقاء بتاعنا، هيكون عبارة عن مجموعة اسئلة، واحنا بنحب نحطها تحت عنوان اسألني سؤال، لان العنوان ده احنا ماشيين بيه في سلسلة الفيديوهات اللي موجودة على الفيسبوك وعلى اليوتيوب تحت عنوان فيديوهات اسألني سؤال. حضرتكم بتبعتوا اسئلتكم فيها، واحنا بنحاول نصور فيديو بحيث ان كل الناس تستفيد، سواء الشخص اللي بعت السؤال او الناس اللي كمان موجودين معانا بيتابعوا وبيسألوا الاسئلة. المرة اللي فاتت كنا اتكلمنا في الحقيقة في اللقاء اللايف بتاعنا عن المثلية الجنسية، وازاي احنا كأسرة كأب وكأم ازاي نقدر نحمي ولادنا من التعرض للميول المثلية. والاسبوع اللي قبله كنا بنتكلم عن الشفاء لمن تعرض للإيذاء سوري، وازاي ان احنا نحاول اي حد من ولادنا او مننا احنا حتى كمان كناس كبار لو كان اتعرض للإيذاء ممكن الدنيا كانت تتصلح ازاي او الدنيا تتشفي ازاي. كان في ناس بعتت اسئلة في الحقيقة، الناس كاتبة في الكومنتات الصوت واطي. انا معلش بعتذر لكم ان فعلا الصوت واطي بسبب ان انا مش موصل النهاردة المايك اللي هو بيتوصل بالتليفون، لاني موصل الشاحن مكان الوصلة بتاعت المايك، فانا بعتذر لكم خالص يعني. وخلينا نبدأ على طول الاسئلة ونشوف الاسئلة بتاعت حضراتكم، سواء الخاصة بالموضوع اللي طرحناه في اللايف الاسبوع اللي فات واللي قبله، او بموضوع جديد. انا تحت امركم في كل الاحوال، سواء في الاسئلة الخاصة بالموضوعين دول او لو في اسئلة جديدة. واحدة بعتة بتقول: مساء الخير، انا عندي مشكلة، واحدة قريبتي احزنتني. واحدة اتجوزت شهرين فقط وخلفت بنت، وجوزها كان واخدها طمع علشان كانت بتشتغل في مكان مرموق جدا، واهلها مستواهم عالي قوي ومتربية تربية كنسية. ما عاشتش كزوجة غير شهرين، و11 سنة محاكم ومرمطة مع زوج ما قدرش، لان هدفه كان الفلوس واهله مشجعينه، وكان شرطه عشان يرجع لها انها تنسى وتسيب اهلها وتدفع كامل راتبها لي، وغير كواليم بيته وكان عاوز يكسرها باي شكل، وقال لها باللفظ هرميكي كده زي البيت الواقف قصاد اباء وناس كتيرة، مما اضطر البنت الموضوع اضطر البنت للجوء لتغيير الملة عن طريق الكنيسة، واباء كتيرة اتدخلت، ووصل انه مد ايده على اباء وشافوا اسلوبه الهمجي، وخلعت البنت بعد 11 سنة عذاب ومحاكم، ودلوقتي ورقه خلص بسهولة عن طريقها لما خلعته، وصرفت برضو دم قلبها، وفي ناس كتيرة وقفوا جنبها علشان تخلص من التعب اللي هي شافته وتهديداته عند شغلها، وهي في مكان حساس ومحترم وشكلها العام ما كانش كويس قصادهم، وخلها عرضة للألسنة وطمع من زمايلها، وهو الآن ضحك على ضحية جديدة عامل نفسه ملاك، وأكيد ما قالهاش كل البلاوي دي. ده سؤال طويل قوي واضح ان حجم المشكلة كبير خالص. يعني انا كنت بتمنى الاسئلة تبقى اسئلة مختصرة اكتر، بحيث ان احنا قراية السؤال وصياغته بتبقى مش سهلة الفهم كل الاحوال. فانا بقول ده دلوقتي، انا هجاوب السؤال ده بنعمة ربنا هنكمله ونجاوبه، بس بقول عشان لو حد هيكتب سؤال تاني خلينا نكتبه بشكل مختصر، يعني بحيث ان احنا كلنا نقدر نستفيد. واكيد ما قالهاش كل البلاوي دي البنت الجديده بقى اللي هو بيتعرف عليها وخطبها، وهو ما كانش امين على لحمه على حته منه، هيكون امين على واحده جديده، وما بيصرفش على بنته الا بالقضايا، وهو كان خاطب قبل الجواز وتركته بعد اسبوع. هل هي هتعرف كل هذه القضايا ام خدعها كما خدع زوجته وخطيبته السابقه؟ بس انا اعرف زوجته واهلها ناس محترمين جدا وما كانتش تستاهل كل ده. من رايك نبلغ البنت دي ولا لا؟ ده السؤال يعني. يعني في الحقيقة الموضوع واضح ان فيه تفاصيل كتيرة، بس بما ان سؤال حضرتك بعد كل الكلام اللي حضرتك كتبتيه، انا من رأيي ان احنا ما نتدخلش وملناش دعوة،
يعني كل واحد مش لطيف يعني ان احنا نروح لحد نحذره ونقول له فلان. الموضوع لازم يبقى قرابة من الدرجة الأولى، لما يكون قريبي من الدرجة الأولى من حق ان انا احذره واقول له، او لو انا قريب للدرجة الأولى من البنت الجديدة اللي هي خطيبها من حق ان انا اتكلم واحذر واحيانا حتى كمان يبقى قريب درجة أولى ورأيي مش مرحب بيه، وبالتالي مش مناسب ان انا اتدخل في حاجة زي كده لو ده سؤال حضرتك. خليني اكمل ونشوف سؤال تاني. واحدة كاتبة بتقول ليه قلت ان 90% من اللي عاملين باسورد للموبايل بيخونوا شريك حياتهم؟ انا عارف ان البوست ده في الحقيقة انا لسه رفعه امبارح وعمل قلبان. ناس كتيرة زعلت خالص وناس كتيرة دخلت كتبت حرام عليك انت كده الكلام اللي بتكتبه بيبوظ الدنيا وبيعمل مشاكل ما بين الناس. لكن خليني اقول لك انا ليه كتبت البوست ده وليه كتبت كده. في الحقيقة من واقع جلسات المشورة يعني فعلا في الوقت الاخير اغلب حالات الخيانة الزوجية بتبقى كلها جاية من الموبايل. الموضوع بيبدأ بشات بسيط وبعد كده بيتطور لحاجات مش حلوة، وساعات بيبقى فيه بقى خيانة فعلية وساعات يبقى فيه خيانة فقط بالمشاعر عن طريق الشات، سواء شات تكست او شات بالصوت او شات بالصوت والصورة. بس في النهاية الواقع بيقول ان الشخص اللي مش شفاف كفاية بيعمل مشاكل كتير، واحيانا بتكون الخيانة مجرد خيانة على مستوى المشاعر حتى كمان. يعني انا ممكن اكون بكلم اخواتي مثلا على مراتي وبقول كل حاجة بتحصل بيني وبين مراتي بقولها لاخويا، فهنا مراتي مثلا لو مسكت التليفون، يعني ممكن اكون انا عايز اقول في افضل الحالات انا مش بخون مراتي لكن بتكلم عليها بطريقة مش حلوة عشان افضفض مع اخويا، وبالتالي انا عامل باسورد للموبايل ومش عايز مراتي تشوف. فبرضو حتى دي برضو نوع من الخيانة، لان انا من حق اتكلم ومن حق اعبر عن مشاعري بس مع حد يكون هيكون بيحل. وفي نفس الوقت لو انا عبرت عن مشاعري المتضررة من شريك حياتي مع حد قريب مني زي اخويا او اختي او والدي او والدتي او حتى صديق ليا، ما هو ده بيعمل مشاكل وبيخلي انا اساسا كمان برضو مشاعري تجاه شريك حياتي تبقى سيئة وتبقى سلبية. ولو انا متمرر من شريكة حياتي بشكل معين انا كده بزود الامور اكتر واكتر. افضل حاجة في الحياة الزوجية ان احنا الاتنين نبقى واحد، ان احنا الاتنين نبقى جسد واحد ونفس واحدة وروح واحدة، زي ما المسيح قال ليس بعد اثنين بل جسد واحد. لو احنا فعلا كيان انساني بنتحد على كل اشكال الكيان الانساني، بنتحد جسديا وبنتحد نفسيا زي ما بنتحد جسديا وبنتحد كمان في الصلاة، يعني بنتحد روحيا، اذا المفروض نبقى شفافين مع بعض بالكامل. صدقوني مفيش اي سبب يخلينا نمنع ان احنا نبقى شفافين مع بعض. وابسط حاجة ان شريك حياتي لما يمسك تليفوني انا انزعج ليه؟ الشخص البار اللي عايش في النور ما عندوش حاجة مستخبية في الظلمة، وبالتالي ما يقلقش لو شريك حياته مسك التليفون او ما مسكوش، مش هتفرق كتير. فخلينا انا في الحقيقة انا كتبت البوست ده وانا عارف ان هو هيضايق ناس كتيرة جدا. طبعا في ناس مش بيبقى هدفها الخيانة او حاجة او هدفها ان هم يخبوا حاجة سلبية، احيانا بيكون نوع من انواع الحدود الصحية ما بين الشريكين، بس لازم ده يكون بموافقة الشريك الاخر، ولازم تكون درجة الثقة ما بيننا عالية لدرجة ان لما شريكي يمسك تليفوني انا ما بقاش منزعج، مش عادي ما فيش مشكلة، ممكن ابقى عامل باسورد فعلا بس مراتي جاية بتمسك التليفون، خد افتح لك الباسورد اهو خد التليفون، ما فيهوش حاجة تستخبى لان انا ما عنديش حاجة خايف منها. الشخص البار جريء كالاسد. فخلينا نقول ان كان هدف البوست في الحقيقة ان ازواج كتير يراجعوا نفسهم، ان زوجات كتير تراجع نفسها، وبالتالي يعني هدفي خير، مش هدفي ان انا اعمل مشاكل في البيوت ولا حاجة، لكن هدفي طبعا ان كل حد يراجع نفسه والدنيا ترجع تبقى حلوة ما بين كل اتنين بنعمة ربنا. نشوف سؤال تاني. واحدة كاتبة عن معاملة الزوج النرجسي، نعمل ايه مع شريك الحياة لو شريك الحياة نرجسي؟
خليني اقول للزوجة اللي بعت السؤال، يعني نمرة واحد لازم نتأكد من التشخيص عن طريق حد متخصص، هل الزوج فعلا نرجسي ولا انا اللي متخيلة ان هو شخصية نرجسية عشان بيتصرف بعض التصرفات اللي انا متوقعة ان هي نرجسية. فنمرة واحد لازم نتأكد من التشخيص، ما نطلقش كلمة نرجسي دي على اي شخص وخلاص، لان احيانا برضو يبقى فيه الشخص يبقى عنده اضطراب الشخصية النرجسية، وفعلا ده اضطراب صعب خالص في التعامل، واحيانا يكون فقط بيسلك بعض السلوكيات النرجسية لكن هو مش مضطرب بالاضطراب الشخصية النرجسية. وهنا التوصية هنا هتكون شيء وهنا هتكون شيء تاني خالص. لو الشخص مجرد عنده شوية سلوكيات نرجسية بس لكن هو مش مضطرب، يبقى هنا معناها ان احنا محتاجين نتعامل مع السلوكيات دي ونشوف هنتصرف في كل تصرف ازاي. لكن لو الزوج هو شخصية نرجسية، هنا لا، هيبقى في توصيات تانية كتيرة خالص، ولو قعدنا نتكلم في 3 4 فيديوهات مش هنكفي الموضوع. بس خلينا نقول كام نقطة ببساطة بدون الاسترسال الشديد، يعني لمجرد ان احنا نبقى جاوبنا السؤال بطريقة مبسطة وواضحة. نمرة واحد، هتحتاج الزوجة هنا انها تحافظ على صحتها النفسية هي اولا، لان الزوج النرجسي بيضغط الزوجة بشكل كبير جدا جدا وبيلخبطها، ومع الوقت هي بتتأذي نفسيا وبتبدأ تشك في نفسها، هو انا صح ولا غلط، ويجي لها اضطرابات نفسية هي كمان، وتدخل في اكتئاب. وده فعلا يعني يمكن 60-70% من الزوجات اللي متزوجين ازواج نرجسيين بيخشوا في اكتئاب صعب، وبيحصل لهم مضاعفات نفسية مش حلوة. فأول نقطة لازم تحافظ على صحتها النفسية كويس جدا 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 بعد ما تبقى أدركت التشخيص بتاعه. نمرة 2، تبدأ تدرس الشخصية النرجسية بتتصرف ازاي، سيكولوجية الشخصية النرجسية شكلها ايه، نقط ضعف الشخص النرجسي شكله ايه، هو حاسس بايه من جواه، ليه بيتصرف بالطريقة دي. في الاخر طبعا الشخص النرجسي يعني ليه كتالوج شبه واضح في اطار عام من التوقعات، لكن بيظل الشخص النرجسي في غموض شديد جدا، بيبقى تصرفاته من بره شيء ومن جواه شيء تاني. وهنا كل ما الزوجة هتبقى فاهمة الطبيعة دي، كل ما هتعرف تحافظ على صحتها النفسية زي ما قلنا في النقطة الأولى، وكل ما هتعرف هتتعامل معاه ازاي. النقطة الثالثة في الحقيقة، يعني الشخصية النرجسية في الأزواج أو الزوجات، سواء كان شريك الحياة بقى هنا اللي هو عنده شخصية نرجسية، سواء زوج أو زوجة، لازم الطرف الآخر، هنسميه الضحية للشخصية النرجسية، لازم الطرف الآخر اللي هو الضحية ده لازم يعني يصلي، يعني عايز أقول بقى إيه لو أي حياة زوجية بتحتاج صلاة، فالحياة الزوجية مع شخص نرجسي بتحتاج أضعاف أضعاف الصلاة، علشان ربنا يشتغل في قلب الشخص النرجسي ده ويتوبه. في الحقيقة الشخصية النرجسية هي طبعا شخصية مضطربة، وأغلب الكتب النفسية بتقول إن هي ملهاش علاج، لكن أنا في الحقيقة بشوف إن وارد جدا إنها تتعالج، وارد جدا إنها تخضع للعلاج وتخضع للآخر. لما بتكلم في الجزئية دي كل الناس بترد عليها وبتقول طب الشخصية النرجسية هتخضع إزاي، وهي مشكلتها أساسا إنها شخصية عنيدة، وشخصية لا تخضع لأحد، وشخصية مش بتحاول تحس إلا بنفسها ولا يشعر بالآخرين، والكلام ده فعلا حقيقي. بس لو هنعتبر إن الخطية الرئيسية، لو هنتكلم عن الإرشاد النفسي والروحي هنا بقى، مش إرشاد نفسي بس، لو هنتكلم من المنظور الروحي، الشخصية النرجسية مشكلتها الأساسية هي الذات، خطيتها الأساسية هي الكبرياء، وبالتالي لو النقطتين دول اتكسروا، وارد جدا إن روح الله يعمل في هذا الشخص للتوبة من وقت للتاني. لو الحتة بتاعت الكبرياء دي اتكسرت، وهذا الزوج أو هذه الزوجة النرجسية تابوا عن روح الكبرياء اللي موجودة، وخضعوا لمرشد نفسي وروحي، ويبدأوا ياخدوا منه تدريبات، ويخضعوا للمراجعة الروحية والنفسية باستمرار، يبقى كده خلاص الشخصية دي تركت الاضطراب النرجسي، وهيتبقى لها ان هي تبدأ تكافح بقى السلوكيات النرجسية اللي موجودة، اشيلها ازاي واتدرب ازاي ان انا اصلحها من نفسي. وهنا هيبقى الامل كبير في رجوع الشخصية دي، وفي استردادها لربنا مرة تانية، وفي استردادها لنفسها، وفي استردادها لشريكة حياتها. ده كده باختصار، وخلينا أقول إن فعلا الزوجة النرجسية، الزوجة اللي متزوجة زوج نرجسي اللي هي الضحية، يعني هتحتاج مساندة، وبتحتاج مشورة، ومحتاجة يعني دعم مستمر عشان ما تتلخبطش.
ربنا معاها الزوجة اللي بعت السؤال، أو ربنا مع كل شخص متجوز شخصية نرجسية، من أصعب الاضطرابات في الحقيقة، وعلاجها بيبقى صعب خالص، لكن في أمل. أنا بكرر تاني أهو، في أمل. حد بعت سؤال بيقول أنا إنسانة عصبية جدا وعندي 3 أولاد، مش عارفة أكسبهم ومش عارفة أتغير، مفيش تغيير نفسي، نفسي أتغير وأكون أم هادية. يعني أنا بتمنى بس اللي يبعت السؤال يبقى الصياغة بتاعته واضحة علشان نعرف المطلوب ونعرف نجاوبه بوضوح. يعني خلينا أقول أولا، في سؤال موجود على الفيديوهات على اليوتيوب وعلى الصفحة برضو بعنوان أنا أم عصبية وأتعامل إزاي مع العصبية بتاعت أولادي، بس أنا برضو هجاوب الإجابة دلوقتي باختصار شديد. يعني العصبية مش بتيجي من فراغ يا جماعة، يعني دايما أي حد بيعاني من فكرة العصبية أو فكرة النرفزة، أنا محتاج أعرف السبب اللي مخليني داخليا كده، ونسيبنا من الاسباب اللي بتعصبني. يعني ممكن نقول ايه، انا بتعصب عشان الولاد مش عارف ما بينكشوا الدنيا، عشان الولاد ما بيسمعوش الكلام، عشان لا، دي كلها بتبقى الاسباب بتاعت الموقف. لكن انا بيهمني في الحتة بتاعت الام العصبية، الاب العصبي، الشخص العصبي عموما، ان انا ادور على الجذور، الجذر اللي جوايا على المستوى النفسي اللي بيخليني اتعصب. يعني وارد جدا جدا ان يكون سبب العصبية الاساسي هو احساس بالذنب المستمر، لأن الذنب هو إحساس ثقيل جدا وبيخلي الشخص باستمرار مش قادر يبقى بيتعامل بطريقة هادية، لأنه ببساطة ماشي حامل حمولة معاه، وكأني بتحرك وعلى كتافي حمل تقيل طول الوقت. فطبعا تخيل نفسك لو أنت ماشي وشايل حمولة على ظهرك، وحد بيقولك مساء الخير أنا عايز أسلم عليك، أنت كمان عايز أسلم عليك وأنا شايل الحمل ده كله، اللي هو وكمان بتقول لي صباح الخير. فهنا الذنب بيتقل الحمولة على ظهر الإنسان على المستوى النفسي في المسيرة بتاعته في الحياة طول ما هو ماشي. فتيجي مواقف طبيعية ما تعصبش ولاقي نفسي بتعصب، وبالتالي المواقف اللي بتدعو للعصبية بالتالي هتعصب واتعصب واتعصب. عشان كده محتاج أبحث أعرف الفكرة الأساسية إيه، هل إن في إحساس بالذنب مستمر، هل في إحساس بصغر النفس باستمرار، هل في احتياجات نفسية غير مشبعة، هل علاقتي مع شريك حياتي مضطربة جدا جدا، ايه الضغوط اللي موجودة اللي انا اقدر اتعامل معاها علشان اخلي نفسي اكثر هدوءا في استقبال المواقف، وهكذا. فانا في الحقيقة دايما، يعني طبعا في تدريبات برضو تانية ازاي اتعامل مع الغضب، او التدريبات اللي هي كلها في الاتجاه الانجر مانجمنت، ازاي يعني اسيطر على غضبي، او بس خليني اقول ان كل التدريبات في هذا الاتجاه بتبقى تدريبات سلوكية للموقف نفسه، لكن بيظل المحفزات للعصبية داخليا بتظل موجودة، وبالتالي مهما كافحت نفسي سلوكيا ازاي في الموقف اسيطر على اعصابي، ما انا ما حلتش وكأن في نار جوه هي اللي مولعه باستمرار استعدادي للغضب. فعشان كده بتمنى اكتر من اللي بيبعت سؤال او الشخص العصبي انه يراجع هدوءه بشكل عام، يعني الداخلي، وايه اللي موصله للحته دي. نشوف سؤال تاني. فكره واحدة بتسأل وبتقول فكرة السكس شاتس، يعني التواصل عن طريق التواصل في أمور جنسية عن طريق الشات مع شخص آخر، إزاي الواحد يوقف أو ياخد الخطوة دي، كل ما الواحد بيوقف بيرجع تاني. أنا بشكر الشخصية اللي بعتت السؤال، وخلينا هنا نقول إن طبعا فكرة السكس شات، أو سواء الشات ده تكست أو سواء أوديو أو سواء تحول من وقت من الأوقات فيديو، لازم هيتطور وهيبقى يعني خطأ في الواقع. وخلينا نقول إن دي من ضمن الإدمانات الحديثة، أو بنسميها الإدمانات السكس عن طريق الحاجات الديجيتال، بقت موجودة وبقت للأسف موجودة بكثرة، ولازم نتعامل معها على إنها إدمان. هي مش مجرد خطية ومش مجرد حاجة وبتعدي وخلاص، لكن طالما أنا حاولت أوقف أكتر من مرة ورجعت تاني بينطبق عليها فكرة مكافحة السلوكيات الإدمانية. وخلينا أقول للشخص اللي بعت السؤال، إحنا في بروجرام لطيف عاملينه في مركز ميتانويا للمشورة اسمه إناء للكرامة،
وهو ببرنامج متخصص من 45 خطوة إزاي الشخص يتخلص من الإدمانات الجنسية، سواء الإدمان الجنسي ده يعني إدمان مثلا بورنوغرافي، مشاهدة مواد إباحية على النت، أو سواء بنتكلم في الإدمان الماستر بيشن، العادة السرية بشكل عام للولد أو للبنت، أو سواء إدمان علاقات جنسية خارج إطار الجواز، وسواء إذا كان بقى العلاقات دي علاقات فعلية بتحدث في الواقع، أو شات جنسي أو سكس شات عن طريق الصوت أو الصوت والصورة أو مجرد الكتابة. لازم نتعامل مع القصة دي على إنها إدمان، وبالتالي نبدأ نشوف الإدمان ده هنوقفه إزاي وهنرجعه إزاي. وخلينا أقول باختصار للي بعت السؤال، إحنا عندنا ثلاث اتجاهات رئيسية أو ثلاث استراتيجيات رئيسية، وهي الحلول الرئيسية اللي احنا حاطينها في البرنامج اللي معمول اللي اسمه إناء للكرامة. اتجاه اسمه اتجاه الأسد، واتجاه اسمه اتجاه الغزالة، واتجاه اسمه اتجاه النسر. عاملينه بالطريقة دي عشان الناس ما تنساهوش، وكل اتجاه من دول أو كل استراتيجية من دول جواها مجموعة خطوات، لأن في الحقيقة الإدمان بيبقى زي شبكة وبيبقى زي سيناريو متكرر. علشان نكسر الدايرة الإدمانية بيبقى لازم نكسرها من كذا اتجاه، ففي مجموعة خطوات تحت عنوان استراتيجية الغزالة، ودي الخطوات اللي بتدعوني ازاي اهرب من الخطية، ازاي اهرب من الادمان، ازاي اهرب من الابواب واقفل النوافذ. وفيها خطوات كتيرة خالص بنقولها بشكل عملي، وكلها خطوات عملية، والبرنامج برنامج تدريبي، بتسمع الفيديو على النت وبتحل الاجابات اللي موجودة في الأسئلة اللي تحت الفيديو بعد ما بتخلصها، بحيث ان انا اكون بحول الخطوات اللي انا بسمعها لاتجاه تطبيقي في حياتي اليومية. فده الاتجاه الاولاني اللي هو اتجاه الهروب، اللي هو الاتجاه بتاع الغزالة اللي بتجري بسرعة علشان ما الاسد ما يفترسهاش، او الحيوانات المفترسة ما تقضيش على حياتها. الاتجاه الثاني هي مجموعة خطوات تحت عنوان استراتيجية الاسد، والاسد هنا بيرمز لشخص السيد المسيح، اللي هو الوحيد اللي قدر يغلب الخطية، والوحيد اللي قدر يحقق بر أمام الله، واللي من خلال اتحادنا بيه بيدينا مفعول التجسد ومفعول الخلاص في حياتنا. الخطوة دي خطوة مهمة، ومش كلها خطوة روحية بس، في الحقيقة هي خطوة فيها مجموعة خطوات برضو روحية ونفسية، ازاي اعمل حاجات إيجابية بحيث ان انا اتملي داخليا، واعرف وانا بجري زي الغزالة تبقى الجري بتاعي خفيف واخد قوة وواخد نعمة من ربنا، علشان اقدر انطلق في الجهاد بتاعي ضد الخطية. والاتجاه الثالث هو استراتيجية النسر، ودي اللي بتتكلم عن تجديد الرجاء جوايا، لان الخطايا الادمانية كلها دايما بيحوطها اليأس وبيحوطها عدم الرجاء. هنا في مجموعة خطوات تحت عنوان الغزالة، وفي خطوات الاسد هو اللي بيعملها في حياتنا، وفي خطوات النسر هو اللي بيعملها في حياتنا. البروجرام لطيف، والخطوات كلها عبارة عن خطوات نفسية وخطوات روحية وخطوات علمية، كلها بتتاخد يعني هو مجموعة كده مجمعة ما بين مدارس علاجية كتيرة، كلها في الآخر لو أنا مشيتها والتزمت بيها بنعمة ربنا أقدر أتخلص من الإدمان الجنسي اللي موجود في حياتي. خليني نشوف سؤال تاني. واحدة تانية بعتها بتقول الإهمال من الزوج إزاي أتعامل معاه لأني تعبت جدا. طيب طبعا خليني أقول مجموعة خطوات مختصرة بس يمكن أهمها في الحقيقة. خليني أراجع نفسي الأول. طبعا يعني السؤال مختصر جدا بطريقة صعب الإجابة عليها، لكن هقول برضو توصيات عامة زي ما حضرتك بعت السؤال بشكل عام. يمكن نمرة واحد دايما في الخلافات الزوجية أو في الإهمال في الحياة الزوجية، بنحتاج نشتغل على الطرف اللي قدامنا. فحضرتك اللي بعت السؤال انت اللي قدامي دلوقتي، فخليني اقول لك نمره واحد، خليني اراجع انا اللي مقصره مع شريك حياتي في ايه. وده تعرفين من الجمل المتكرره اللي هو بيقولها لما هو بيزعل، او لما بيكون متضايق، او لما انا باجي اعاتبه او اتناقش معاه في اي موضوع، ايه الجمل اللي بيقولها؟ من هنا هيبان اهم احتياجات عنده انا كمان مقصره في تسديدها. يعني يمكن يكون هو اثر نتيجه تقصيري، او يمكن تقصير متبادل من الطرفين، وفي النهايه بقت العلاقه مهمله. فخليني اول حاجه اراجع الكلمات اللي هو بيقولها. يعني مثلا هو بيقول ايه، انا دايما بطلب منك مش عارف تهتمي بنفسك، انت ما بتهتميش، انا ما نفسي في علاقه رومانسيه حلوه معاكي وانت طريقتك مش بتعجبني، انا يعني الجمل اللي هو بيقولها
بشكل متكرر لما بنتكلم غالبا هي الاحتياجات اللي عنده الغير مسددة في علاقتنا مع بعض، وبالتالي هو بدأ كمان يبقى يعني بيهملني ومطنشني. فدي نمرة واحد، براجع نفسي أنا وبطور نفسي أنا علشان أتعامل معاه. نمرة اتنين، لازم أتعلم إن أنا أعبر عن مشاعري بطريقة حلوة معاه، ولما أجي أتكلمه مش هلومه أكتر منها إن أنا أعبر عن احتياجاتي أنا، أعبر عن مشاعري أنا، أنا زعلانة علشان كذا كذا كذا، أنا كنت متوقعة منك نفس كذا، أنا كنت مستنية اهتمام أكتر منك، أنا نفسي نبقى بنقضي وقت مع بعض أكتر، أنا وهكذا، بعبر عن مشاعري أكتر ما بتكلم عنه هو وبلومه وبغلطه، لأن الراجل دايما مش بيحب اللوم، مش بيحب الطريقة اللي فيها تقليل منه أو فيها تسليط الضوء بقوة وعنف على الأخطاء اللي هو بيعملها أو بيقع فيها. فدي برضو نقطة مهمة خالص، إن أنا أتعلم أعبر عن مشاعري وأعبر عنها بطريقة حلوة توصل لشريك حياتي. وفي النقطة دي أنت افحصي نفسك برضو، هل أنا بعبر بزيادة بطريقة كتير وصل له من اسلوبي ان انا زوجة نكدية، ولا انا ما بعبرش خالص وساكتة وعمالة بكتم جوايا والعلاقة عمالة بتتوتر وبيتبني بينا حواجز، وعشان كده الدنيا بتبعد بيننا وبين بعض. النقطة دي مهمة يعني. تالت حاجة، لازم تتفقوا انتوا الاتنين ان يبقى ليكم مرجعية مشتركة لما بتختلفوا بترجعوا لها، اعتقد دي ممكن تبقى مهمة خالص خالص. واحدة بعت سؤال بتقول طفلة 4 سنين وبتعض مامتها وشقية جدا. الموضوع ده مهم، غالبا البنت ال4 سنين دي احتمال تكون وهي صغيرة احنا كنا لما نيجي نبوسها بنعضها، عارفين انتوا ساعات نهزر مع الولاد ونبوسهم في خدهم نقوم نعضهم، نبوسهم في ايديهم فنقوم نعضهم بهزار. البنت بتفهم ان دي وكأنها حاجة لطيفة او حاجة حلوة لان احنا بنعملها لها واحنا بنهزر، احنا بنعملها لها واحنا بنضحك، فبتتخيل ان دي حاجة منطقية. وساعات يحصل الموضوع ده في الحضانة، يعني الطفل اول ما يدخل الحضانة وهو صغير واحنا في البيت بنهزر مع الهزار ده، نلاقيه هو كمان بيهزر الهزار ده مع الاطفال الصغيرين ويجي يبصهم يعدهم وهكذا. ده احتمال، واحتمال كبير يعني ان يكون سبب العض في الاتجاه ده. واحتمال تاني يكون احنا عاقبناها باسلوب العض، اصل الطفل مش هيجيب القصة بتاعت العض دي من باب للطاق، لازم هتكون اتعملت معاه وعشان كده هو بدأ يعملها هو كمان مع اللي قدامه. فنراجع الاسلوب بتاعنا في الهزار ونراجع الاسلوب بتاعنا في العقاب، قد يكون انت او باباها حاولتوا تعاقبوها بشكل من الاشكال واستخدمتوا الاسلوب بتاع العض فهي بدأت تستخدمه. جزء تاني من السؤال، انت بتقولي بنتي شقية جدا، الشقاوة دي علامة ذكاء شديد وبتحتاج مننا بس تركيز شديد في التربية، ربنا يديك نعمة في تربيتها. حد تاني كاتب سؤال صعب انا مش عايز ارد عليه. واحدة كاتبة بتقول مساء الخير على حضرتك، نتصرف ازاي مع الموضة الجديدة اللي معظم ولاد الكنيسة طالعين فيها وهي التيك توك؟ كارثة بكل المقاييس. انا مقدر اللي انت بتقوليه وعندك حق طبعا، لان التيك توك يعني انا بعتبره ابلكيشن اباحي في الحقيقه، لانه يعني فتح فكره الاستباحه، حتى لو المشهد مشهد مش اباحي في حد ذاته، يعني مش بيتعرض لحاجه سيكشوال باي شكل من الاشكال، وان كان ده منتشر على التيك توك كتير يعني، لكن يعني بعتبر ان هو حتى المشاهد الطبيعيه فيه اللي فيها نوع من التمثيل او فيها نوع من الهزار الجريء شوية او بيشجع الشباب على الاستباحة في الاخلاق، الاستباحة في التصرفات، على بيشجعهم كمان على عدم الخصوصية، خصوصية جسمي، خصوصية شكلي، خصوصية الفيديو بتاعي. واغلب الشباب للأسف عاملين الحاجات دي كمان بابليك مش على مستوى الاصدقاء بس، وهي فعلا كارثة بكل المقاييس، وإبليس بيحاول يستخدم الطرق دي في الحقيقة أنه يدمر الأسرة ويدمر الخصوصية بتاعت الشاب وبتاعت الشابة، والأثار يعني احنا مش عارفين احنا رايحين لفين في الحقيقة في الاتجاه ده. خلينا أقول إن في وسط الضلمة دي يعني في شباب لازالوا ملتزمين، في شابات لازالوا ملتزمين،
وان كان برضو مع الفرجة الكتير على اصحابهم وهم بيعملوا كده بيبدأوا هم كمان يحسوا ان ده عادي وان ده طبيعي وان مفيش مشكلة نعمل كده. خليني اقول حاجتين، يعني احنا دورنا احنا ايه، نتصرف ازاي احنا كخدام وخادمات او كاولياء للامور اباء وامهات. خلينا نقول ان احنا دورنا يعني مضطرين ان احنا نوعي، ما فيش قدامنا غير التوعية، وكل ما بنسدد احتياجات ولادنا النفسية وكل ما بنقرب منهم ويبقى بيننا وبينهم علاقات حلوة سواء في الأسرة أو في الخدمة، كل ما بيبقى عندهم استعداد يسمعونا، وكل ما بيبقى مهما تنازلوا عن بعض المبادئ في وقت من الأوقات بيرجعوا تاني وبيتردوا تاني للمبادئ الصح وبيصلحوا من نفسهم. بس ده مش بيتم في الحقيقة غير بناء على حاجتين، ان هما واحد في محبة متبادلة وفي ثقة متبادلة بيننا وبينهم وفي حوار جيد بيننا وبينهم، غير كده في الحقيقة يعني هنفقدهم. يعني الجيل ده ربنا معاه، انا شخصيا يعني شباب اللي بيخدموا معايا في فريق الترانيم مثلا كانوا عمالين بيشجعوني، برسوم انت لازم تعمل حساب على التيك توك، برسوم انت لازم تعمل حساب على التيك توك، يا جماعه انا ماليش في القصه دي، خلوني على الفيس وخلاص مع الناس اللي بتتابعني وخلاص. قالوا لا لازم تعمل حساب على التيك توك لان الشباب كلهم عليه دلوقتي ويمكن بيتابعوه اكتر من الفيسبوك واكتر من اليوتيوب واكتر وهكذا. دخلت في الحقيقه نزلت الابلكيشن، انا اتفاجئت، يعني كل الحاجات اللي محطوط عليه مش حلوه، اغلبها مش حلوه. في ناس منوره في وسط الضلمه في الحقيقه، في ناس بتعمل حاجات مفيده، في ناس بتشير حاجات حلوه، في بعض فرق الترانيم بدات تشير ترانيم بسيطه، بدات تشير افكار ايجابيه فيها فيديوهات فيها. فكرت انا كمان اعمل الموضوع علشان اخاطب الشباب واعمل حساب على التيك توك، بس الوقت ضدي ومش لاحق اعمل كل حاجه. بس عايز اقول من التوصيه دي يعني ان احنا كخدام محتاجين ان احنا نوريهم الحسابات النظيفة على التيك توك بيبقى شكلها ايه، وازاي نكون موجودين بنحاول ننور في وسط الضلمة اللي موجودة وفي وسط العالم اللي بيستبيح التصرفات بشكل مش لطيف. يعني اعتقد احنا كمان كخدام لما ولادنا بيشوفونا ان احنا كمان بدأنا نعمل فيديوهات فيها نوع من الاستباحة او الاباحة او بيبدأوا هما كمان يتشجعوا يقولوا طب ما هو ميس فلان بتعمل، ما هو مستر فلان بيعمل، وبالتالي بيسمحوا لنفسهم ان هما يعملوا ده. ربنا يدينا نعمة نقف قدام الموجة الصعبة اللي داخلة على ولادنا. يعني واحدة بعتت سؤال بتقول بنتي 6 سنين عنيدة جدا وممكن ابكي من كتر استفزازها، اتعامل معاها ازاي وهي مش بتسمع كلامي بسهولة وعندها رد لكل كلمة، اعمل ايه؟ خلينا اقول للام اللطيفة اللي بعتت السؤال، من الواضح ان البنت ذكية شويتين وقدرت فعلا توصل انها تستفزني. هنا هي غيرت الادوار، يعني بدلت الادوار، اخدت دور مش انها بنتي لكن حطت نفسها في دور مساوي ليا وقدرت تنزلني انا كمان وتستفز مشاعري لدرجة ان انا بقيت باستفز من مشاعرها من تصرفاتها. وهنا زي ما بقولك حصل تبديل للادوار، يعني هي بقت بتتصرف تصرفات اكبر من سنها وقدرت تستفزني بيها، وانا كمان وكأني تركت دوري كأم ونزلت بالدور بتاعي لواحدة صاحبتها، الند بالند أو الراس بالراس زي ما بنقول، وبدأت تبقى في استفزاز من تصرفاتها. فخليني أقول أنا هنا محتاجة أرد نفسي للدور بتاعي مرة تانية، أنا أم، أنا مربية، وده معناه إن أنا نمرة واحد أهدي مشاعري وأراجع نفسي وأصحح اتجاهي، أنا مامتها، أنا لازم أحتويها، أنا لازم أشوف هي بتعمل كده ليه، وأبدأ أعالج الأسباب اللي موجودة اللي موصلاها للتصرفات دي. قد تكون مش شبعانة مني فمحتاجة تشبع مني أكتر، قد تكون محتاجة تقضي معايا وقت وأنا مش عارفة أقضي معها وقت، قد تكون بتقابلها بعض التحديات في البيت أو في الحضانة أو في المدرسة أو في الخدمة أو مع صحباتها، لازم أشوف إيه اللي بيقابلها وأبدأ أمكنها من ده. أنا بحاول بس هنا مش بقول توصيات كتير، بس بقول التوصية الأساسية اللي أنا لمحتها في سؤال حضرتك، عايزك تتردي لدورك الرئيسي مرة تانية كمان كأم معاها، ومن هنا تبدأ تشوفي كإنسانة بقى بتربي بنتها وعايزة تمكنها أنها تسيب العصبية إيه اللي ممكن تعمله، ساعتها الرؤية هتوضح وتبدأ تشوفي مطلوب مني أعمل إيه مع بنتي. خلينا نشوف سؤال تاني.
واحد سأل سؤال بيقول: هل يستحسن ترك الزوج النرجسي او الشريك النرجسي، يعني ايا كان زوج ولا زوجة، والابتعاد عنه للصحة النفسية، ولا الاستمرار معاه وألجأ الى دكتور نفسي؟ تقييم الحالة هنا لازم يبقى عن طريق فعلا حد متخصص. لازم تلجأي فعلا للصحة النفسية، وتلجأي للمشورة، وتلجأي لطبيب نفسي، وتبدأي تشوفي الدنيا هتمشي ازاي. تقييم الحالة وتقييم التصرفات وتقييم الاضطراب النرجسي عند الشخص او عند شريك الحياة لازم يتم عن طريق حد متخصص، مش هنتكلم كلام كده عام وخلاص. وهنا ساعتها نبدأ نشوف نتعامل ازاي. يمكن الحياة مع الزوج النرجسي لو خضع، يمكن الاستمرار في الحياة مع الزوج النرجسي لو اعترف بمشكلته، يمكن الاستمرار في الحياة الزوجية مع الزوج النرجسي لو خضع للعلاج النفسي والروحي، ولو خضع للمراجعة. ساعتها بيبقى في أمل كبير جدا 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 في الحقيقة. نشوف سؤال تاني. ابني عنده 9 سنين وبيخاف جدا، بيحس ان ممكن يطلع له عفريت او حرامي، مع انه شماس وبيصلي قبل ما ينام وبيقرا في الانجيل وبنتكلم كتير انا وباباه معاه. هو نفسه حتى كمان خايف يغلط وخايف ربنا يزعل منه ويدخل النار، مع اني بتكلم عن السما وما بحبش اجيب سيرة النار ونعمل الحاجات الحلوة علشان بنحب ربنا. خلينا اقول المشكلة هنا مشكلة خوف. يعني لو شخصنا اللي بيحصل، هو خوف شديد، بس هو مطلعه في اتجاه ان ممكن عفريت يطلع لي او السن الصغير. يعني هو بنتكلم في 9 سنين، وارد انه يكون في حاجة خوفته، وارد انه يكون هو شخصية حساسة قوي، وارد انه يكون بيتفرج على افلام فيها رعب او فيها مشاهد صعبة، وارد انه يكون اتعرض لإيذاء معين بشكل من الاشكال. محتاجين نفهم سبب الخوف، نمرة 1. نمرة 2، نتعامل ازاي مع الخوف. مش عايزين نتعامل معاه بطريقة روحية بس، يعني مش عشان هو شماس وبيصلي واحنا بنتكلم معاه كلام روحي يبقى المشكلة هتتحل. طبعا ده بيطمن شوية، وطبعا الجانب الروحي بيعالج جزء، ما نقدرش ننكر ده، بس لازم نمرة 1 نكتشف السبب عشان نشتغل عليه، لان وارد ان ممكن يكون في حاجة نفسية احنا مش عارفينها، زي ما قلنا الاحتمالات اللي خدناها. فما ناخدهوش في الاتجاه الروحي فقط، في الحقيقة مش هيكون كافي، محتاجين نتعامل مع القصة بشكل نفسي جنب الجانب الروحي عشان نفهم سبب الخوف ونعالجه لما تكون يعني ايدي متعورة وعمالة بتنزف. يعني مش منطقي ان انا اقعد اصلي بس واقول يا رب سد الدم اللي بينزل وخليه يتقفل. لا، انا لازم اتحرك واروح لدكتور يخيط لي الغرزة، يديني كام غرزة علشان نزيف الدم ده يقف، وجنبها في نفس التوقيت انا بصلي وبقول له يا رب بارك في الخطوه اللي الطبيب اخدها والخطوه اللي انا اخدتها. فما ينفعش ابني يبقى خايف وخوف زياده زي ما انتوا بتوصفوا بشكل او باخر يعني، والخوف ده مطارده باستمرار او وصل لدرجه انه معطله عن حياته او عن نموه بشكل ما، ونفضل بنتكلم في الاتجاه الروحي بس، بنمشي في الاتجاه الروحي وبنمشي في الاتجاه النفسي. وخلينا يعني احيانا برضو ساعات التركيز الزيادة على القصة احيانا بيديها ابعاد اكتر، فخلينا يعني نطنش كده شوية، نسكت شوية، ما نديش لكلامه حجم كبير، ونشوف رد فعله ايه، او نبدأ نهتم ونشوف نعرضه برضو على حد متخصص. واحدة بتقول: اكتشفت ان جوزي نرجسي بعد 28 سنة، وكمان اكتشفت انه بيخني مع جارتي، اعمل ايه؟ احنا فتحنا موضوع النرجسية هنلاقي فيه اسئلة كتير خالص، لان فعلا في النرجسية مرض العصر، انا بعتبره كده في الحقيقة، وناس كتير نرجسين. برضو خلينا اقول نفس التوصيات، نمرة 1، مش هنقدر نقول هو نرجسي ولا لا الا لما نشوف متخصص ونعرض عليه الدنيا. نمرة 2، يعني انت بتقولي ان في حالة خيانة، وهنا انت من حقك تنفصلي رسميا بناء على الاحكام بتاعة الكنيسة. يعني لو عرفت تثبتي ده هيبقى من حقك تنفصلي لو انت عايزة، الا في حالة زي ما قلنا بقى، لو انت عايزة تجددي غفرانك ليه وهو عنده استعداد يخضع
عنده استعداد يعترف بمشكلته، هنا يبقى احتمال الرجاء كبير ونقدر نكمل مع بعض بنعمة ربنا ونغفر لبعض. حد واحدة كاتبة بتقول ازاي نقنع الشخص النرجسي انه نرجسي، او الشخصية النرجسية انها شخصية نرجسية، هو في الحقيقة عمره ما هيقتنع. يعني صعب جدا جدا ان هو يقتنع. بس اكتر حاجة او اللي خليني اقول النموذج الصعب ان احنا نقدمه لكنه ممكن يجيب نتيجة كبيرة مع شخصية نرجسية، هو حاجتين مستمرين باستمرار بعملهم، حزم وحب. بحبه وبقبله هو، لكن برفض تصرفاته. في نفس الوقت الحزم معناه ان انا لازم ابقى واقفة على ارض صلبة جدا وواثقة من اللي انا بقوله وواثقة من قراراتي اللي انا باخدها وردود افعالي اللي انا باخدها معاه. لان في الحقيقة غالبا الشخص النرجسي بيختار ضحية نرجسية، غالبا بتكون ضعيفة، غالبا بتكون مش واثقة من نفسها للاخر، غالبا بتكون بتتلخبط بسهولة وبيبدأ يتغذى نرجسيا عليها، بنسميها بتديله الوقود النرجسي او الغذاء النرجسي، لان هو بيعيش من خلال سيطرته عليها ومن خلال اقناعه المستمر ليها. فعشان تبدأ هي تفوق وتقول للنرجسي انت نرجسي ومحتاج علاج، لازم تبقى هي قويت نفسيا جدا 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 للدرجة اللي تسمح لها انها تقف قدام النرجسي وما تتلخبطش. دي نقطة مهمة خالص. فالكوكتيل اللي بيخليه يعني انه احتمال ان هو يخضع واحتمال ان هو يقتنع، ان هي تقدم له الحاجتين بشكل متوازي طول الوقت. انا بحبك لكن مش بحب افعالك، انا قبلك وعندي استعداد اساعدك واقف جنبك، بس تقبل الخضوع وتقبل المراجعة. لو الاتنين دول اتوفروا، وارد جدا جدا ان النرجسي يتشجع ويدب جواه الامل ان هو يقول انا عندي مشكلة، انا عايز اتعالج، او انا عايز اتعالج. الكوكتيل ده مش سهل نقدمه، لكن ربنا يديك نعمة تعرفي ازاي تقدمي حب وازاي تقدمي حزم وحسم في المواقف وردود افعالك معاه علشان يقتنع وتفضلي مصرة على قرارك. وخلينا اقول ان الشخص النرجسي في الاخر هو داخليا هو طفل، هو طفل جدا جدا، وده بيخلي خوفه شديد جدا جدا. فاول ما بيلاقي الضحية بتاعته عندها استعداد انها تتركه او انها تسيبه بيخاف ويضطرب جدا جدا، ووارد ان هو يعني يرفع الراية البيضة ويقول انا محتاج مساعدة. واحيانا يرفع الراية البيضة كنوع من التمثيل وكنوع من استعادة العلاقة فقط لا غير، واول ما يحس ان اللي قدامه رجع له تاني يبدأ يمارس نرجسيته عليه مرة تانية. لكن لازم هنحاول، لازم هيبقى عندنا امل وربنا يتعامل. نشوف سؤال تاني، احنا قدامنا ربع ساعة، بشوف الساعة، فهناخد سؤال او اتنين بسرعة. واحدة بتقول واحدة عندها اكتئاب والاكتئاب ده بان بعد الولادة، ممكن تقعد اسبوع تبكي واسبوع ما تتكلمش واسبوع تضحك، يعني الحالة دي رايحة جاية، وتقعد ايام وبتاخد علاج نفسي، وده تأثير معاملة امها اكتر من ابوها في الشدة من الصغر، يعني بتتعرض لمعاملة سيئة من مامتها ومن باباها، بس هي متأثرة من مامتها اكتر يعني، وده بيحصل من الصغر. ممكن تقولي الشفاء يجي ازاي غير الصلاة والصوم من اجلها؟ طيب ماشي، احنا هنتكلم من منظور نفسي طبعا. خلينا اقول نمرة واحد، هو في اكتئاب اسمه اكتئاب ما بعد الولادة، يعني اوريدي اغلب الامهات بعد الولادة خصوصا الولادة الاولى بيتعرضوا لفكرة الاكتئاب دي، خصوصا لما يكونوا اوريدي عندهم مشاكل من الصغر زي ما حضرتك بتقول. فخلينا نستنى شوية بعد ما يعدي على الولادة شهرين ثلاثة اربعة عشان نميز ده اكتئاب ما بعد الولادة فقط وممكن هي تقوم وتقف على حيلها تاني نفسيا، ولا الاكتئاب ما بعد الولادة جاب لها اكتئاب اكبر وفتح الجروح اللي عندها وخلاها تبقى زي ما انت بتقولي بقى اسبوع بتضحك واسبوع بتبكي و يعني هنحتاج نستنى شوية لغاية ما الايام الاولى في الاكتئاب في الولادة تعدي عشان نعرف نشخص نوع الاكتئاب اللي موجود. دي نمرة واحد. نمرة اتنين،
انت بتقولي ان هي بتاخد علاج نفسي اوريدي، وده معناه ان هي لجأت للطب النفسي، برافو. انا بشجعها كمان تلجأ للمشورة او تلجأ للجلسات الكلامية علشان تخلص من المشاعر الاكتئاب دي جنب العلاج النفسي اللي بتاخده، اذا كان ادوية او بحيث انها تبدأ تشخص المشكلة اساسها منين، وتبدأ تحاول تفتح الجروح اللي موجودة عندها، وتفهم التأثيرات بتاعت معاملة مامتها عليها موصلاها لغاية فين. كل ما هتتصالح مع نفسها هتقدر تتصالح مع احساسها بالأمومة، هتقدر تعامل ابنها الصغير كمان بطريقة حلوة، ونفسيتها تتحسن مع الوقت بنعمة ربنا. يعني نقدر نقول الخطوات العملية لما نكون عارفين الأسباب العملية للاكتئاب اللي عندها أكتر. واحدة تانية بعتت بتقول هل المثلية الجنسية تعني إيذاء جنسي؟ بمعنى أن لو ولد مفتقد باباه وعوض ده بحبه لشخص آخر كخادم أو أي شخص آخر بدافع الاحتياج النفسي ليه، أو أب روحي أو كده، أرجو التوضيح. هل كل تعويض من حرمان معين يعني مثلية جنسية؟ لا طبعا، احنا ما قلناش كده في المحاضرة بتاعت المثلية الجنسية خالص، ده بالعكس يمكن يكون نقطة من النقط الأساسية في علاج الصراع المثلي للشخص اللي عنده ميول مثلية جنسية، هو إن هو يتعامل مع أشخاص من نفس الجنس ويقدموا له محبة حقيقية قوية معتدلة من شخص آخر يكون غيري. يعني طفل صغير زي المثل اللي حضرتك بتقوله، ولد مفتقد باباه وأصبح مع الوقت اتكونت عنده ميول مثلية وبدأ يرتبط بخادم معين أو بأي شخص أكبر منه في السن كقدوة ويرتبط بيه، هل ده صح ولا غلط؟ فاللي أنا عايز أقوله هنا، طالما الارتباط ده ما بيحصلش فيه أخطاء، طالما الارتباط ده متحكم فيه الشخص الكبير اللي هو الخادم مثلا، الشخص الخادم ده عنده ميول غيرية، يعني ما عندوش الميول المثلية دي، في الحالة دي الحضن النقي، القبول الحقيقي، الحب الحقيقي اللي هيديه الخادم الكبير ده ويكون شخص ناضج كفاية عنده ميول غيرية زي ما قلنا، الحب والقبول اللي هيقدمهم للطفل الصغير أو المخدوم الصغير اللي عنده اوريدي ميول مثلية ده هيكون شافي ليه، هيكون معالج ليه. ودي خطوة من الخطوات الأساسية في علاج المثلية الجنسية، إن بنقول للشخص المثلي اللي عنده تحديات لازم تدخل في علاقة نقية مع شخص غيري من نفس جنسك يقدم لك الحب والقبول اللي انت بتسعى ليهم. وهنا طبعا الانفتاح ما بين الشخصين دول هيبقى مهم، يعني مهم هنا الطفل اللي عنده ميول مثلية يشارك الخادم ده بالميول اللي عنده، الخادم يقبله فهنا ويقدم له حب، فهنا الميول المثلية دي وارد انها مع الوقت تتشفي وتخف جنب خطوات تانية كتير. يعني فحد كاتب بس هل كل تعويض من حرمان معين يعني مثلية جنسية؟ لا طبعا، مش كل تعويض من حرمان من نفس الجنس هيعتبر مثلية جنسية، بس المهم العلاقة تبقى صحية، الشخص الأكبر في العلاقة يكون متحكم في العلاقة دي بشكل جيد، لأن الطرف الأضعف هيكون عنده نوع من الاعتمادية، عنده نوع من الالتصاق الزايد بالشخص الأكبر منه، وبالتالي لازم الشخص الكبير هنا يبقى أكثر نضوجاً ومدرك يعني إيه استقلالية نفسية، يعني إيه اعتمادية، يعني إيه مثلية جنسية، مراقب الوضع، متحكم في القصة بشكل كويس. ناخد سؤال تاني. واحد كاتب بيقول ازاي ممكن اعرف نفسي اكتر واكتشفها علشان اعرف الله اكتر. خليني اقولك ان العكس هو المطلوب، انا كل ما بعرف الله اكتر هو الله اللي بيعرفني على نفسي اكتر، يعني المفروض اقرب من الله اكتر، قربي من الله يخليني افهم الله، افهم نفسي من خلال رؤية الله ليا، وبالتالي ساعتها هعرف نفسي اكتر. بس عشان نبقى عمليين اكتر خلينا نقول توصيتين. التوصية الاولى في كتاب لطيف قوي لجوش ماكدويل اسمه كيف ترى نفسك كما يراك الله، بيتكلم هنا عن الصورة الذاتية وازاي اعرف نفسي وازاي امشي في سكة النضوج النفسي والروحي من خلال رؤية الله ليا.
وبيشرح فيها الكونسبت اللي انا شرحته ده بطريقه لطيفه خالص، اشجعك تجيب الكتاب وتقراه. دي التوصيه الاولى. التوصيه الثانيه، لو عايز تدرس حاجات ليها علاقه بالمشوره، انت ممكن تدخل على اليوتيوب وتكتب محاضرات نمو شخصيه، ولو حبيت تكتب جنبها مثلا اسم برسوم هتطلع لك سلسله محاضرات كبيره خالص كلها بتتكلم ازاي افهم نفسي، ازاي اكتشف نفسي، وفيها بقى موضوعات كتيره خالص. كل ما هتقرا وكل ما هتحضر كورسات ليها علاقه بمجال المشوره، كل ما هتكتشف نفسك وتفهم عن نفسك حاجات كتير. وكمان معرفتي لله بتخليني بتصلح لي صورتي الذاتيه عن نفسي، وتخليني اكتشف نفسي بطريقه سليمه. احنا قدامنا 5 دقايق نشوف سؤال اخير. عندي طفل اعرفه 13 سنه وبياخد فلوس بين قوسين سرقه، اتعامل معاه ازاي خصوصا ان مامته وباباه مش متفاهمين جدا وهو صعبان عليا؟ يعني خليني اقول ان مش عارف، يعني مش عارف انت هتتعاملي معاه ازاي وانت مش مامته او باباه، الموضوع هيبقى شائك جدا. لكن لو انت خادمه مثلا، هفترض ان انت الخادمه بتاعته، خلينا نقول ان الطفل اللي بيسرق فلوس ويكون مش محتاج ماديا او معاه مصروفه، او القصه بالنسبه له ما بتبقاش سرقه للفلوس على قد ما بيبقى نوع من التعويض النفسي، بيعبر عن الاحتياج النفسي العميق جدا الغير مسدد. هو حاسس ان هو عنده احتياجات وبيحاول يعوضها بالفلوس، وده مرض من الامراض النفسيه المعروفه، واضطراب نفسي ساعات بيجي للاشخاص الكبار كمان، ويبقى موجود عند الشخص وهو كبير. يعني تلاقي زوج او زوجه او واحد كبير في السن وممكن يبقى معاه فلوس كويسه جدا كمان، وممكن الحاجه اللي يسرقها ما يستخدمهاش اصلا ويرميها، بس يبقى خدها كنوع من فكرة عدم التحكم في نفسه فعلا، ومش قادر ما ياخدش الحاجة دي بسبب إحساسه بالحرمان الشديد الداخلي، مش الحرمان المادي، الحرمان النفسي الشديد والاحتياجات النفسية الغير مسددة جدا جواه. فخلينا أقول لو ده طفل 13 سنة وانت تقدري يعني تشوفي ازاي تحل المشاكل اللي حواليه، ازاي تدعمي أسرته، ازاي تدعميه هو، ازاي تعرضيه فعلا على المشورة بحيث ان نشوف احتياجاته ونحاول نشتغل عليها، هتبقى حاجة لطيفة وهيبقى عمل عظيم انت عملتيه. ناخد سؤال اخير في اخر دقيقتين. واحدة بتسأل بتقول ايه اللي يخلي بنت عندها 13 سنة ما تحترمش باباها ومامتها، وازاي اتعامل معاها علشان تحترمهم؟ فمثال لو باباها بيكلمها ما تردش عليه ولا تعتبره خالص موجود، وهو بيتعصب طبعا عليها لما بتعمل كده. ما نعرفش البنت دي شافت من باباها ومامتها ايه في الحقيقة، يعني ما نعرفش ايه اللي شافته. اولا البنت 13 سنة دي معناها انها في فترة المراهقة، وفي جزء من تصرفاتها كده كده من سمات المراهقة، التمرد والعناد و و و بس لو الموضوع كبير قوي لدرجة انها فعلا مش بتقدم اي نوع من انواع الاحترام للاب والام، فاحنا محتاجين نشوف هي شافت ايه من باباها ومامتها. يعني احنا بنسمع العجب في المشورة في الحقيقة، يعني وارد ان تكون هي شافت مثلا باباها بيدخل على مواقع اباحية ومش عارف ايه، وارد انها تكون شافت انها البنت تكون شافت مامتها بتكلم ناس في علاقات خارج الجواز، ولما بتواجهها مامتها بتهرب. ما نعرفش هي شافت ايه وعشان كده مش بتحترمهم، مش عارفين. وارد انها تكون اتأذت جدا جدا فبقى عندها نوع من الغضب المشتعل داخليا جدا جدا، زائد انها في مرحلة المراهقة ومش عارفة تقول ده وخايفة تقوله لما حدش يرحب بيه، مش عارفين هي شافت ايه في الحقيقة. ففي اسباب كتيرة خالص، يعني انت بتقولي ايه اللي يخلي بنت عندها توصل للمرحلة دي، في مليون سبب وسبب، بس هنلاقي الاجابات دي عند البنت نفسها او عند الاب والام. حد بعت لي بيقول لي مدام نانسي عامله ايه؟ هي كويسه بنشكر ربنا، والاولاد والبنات كويسين، انا عندي بنتين. فشكرا ليكم وسعيد بالاسئله بتاعتكم واستجابتكم اللطيفه. وقتنا خلص، وبنعمه ربنا نتقابل الاسبوع اللي جاي برضو من يوم السبت من 9 ل 10، هنحاول نحافظ على ميعاد اللايف ده نتقابل فيه باستمرار.
هنعلن عن الموضوع اللي هنتكلم فيه الأسبوع الجاي. هنحاول نبقى بنخلي ربع ساعة بنشرح فيها فكرة مشورية حوالين موضوع مشوري، وناخد بقية الوقت الساعة إلا ربع يكونوا كلهم أسئلة حوالين نفس الموضوع. أشوفكم السبت الجاي وتصبحوا على خير.